قد ايه يعني كان عندك سعادة انت عم تشوف الغيم واخذ وقته عم يمشي بهالطريقة؟ ما زال كل شوي عم اخذنا يعني الجو عشوائي هيك حديث عميق. حياة في ما فيك تقدر فكرة المجان اللي موجودة بالطبيعة، يعني انت بتشوف هيدي الغيم فيك اللي شفتها والما شفتها حتقطع بجمالية. تجي انت يعني مثل ما بيقولوا بمجرد هيك انتباه بسيط جهد لتلاحظ بتلاقي انه في عندك كوريوغرافي بالطبيعة مع يعني ما بدها منك شيء. بيقولوا لك انه ربنا فنان. اكيد ربنا فنان. فنان بكل ما صنعت يداه على الارض. هلا هون عم بشتغل بتقنية معقدة كثير اسمها الموشن كنترول بعدي انا شغلها مع ناس بفيرجينيا تك. نعم. هو اجمالا اكثر شيء بتشوف التايم لابس كادر ثابت بينما انا هون عندي القدرة اني عم بتحرك كمان عم تعمل بان بالكاميرا بنفس الوقت عم بتابع كل التفاصيل. هون عم صور من ارن ايت وما بعرف اذا بدي اشكر الاسرائيلي لان صار فينا الشعب المسطح دمروا صار فينا نصور هيك مشهد. هيدي صورة معتمدة بعتقد تماما ما هيك؟ هي تم اختيارها. هون مثلا ليه وقتها اللي ضوت شو كان عم بصير؟ لانه عم تشتغل على سبوت ضيقة في عندك اثنين بلون بلون بعيد وبلون قريب، يعني انت مجرد شقفة غيم صغيرة بدها تعمل لك زر هيدا الخيال بس مرق كانك انت عم تشتغل لعبة اضاءة. لا هلا هون مبدئيا خلص انت بتنقي الريجلاج اللي بدك اياه وبتترك الطبيعة هي تعمل عملها. طيب عم بتفكر أليكسي مثلا هيك تضعهم على دي في دي معين يحملوا توقيع تطرحوا بالاسواق؟ يعني ما في هالتوجه بس مبدئيا هذا شغل خمس سنين شغل وممكن بعد شوف حالي انه بيحمل الشغل يكون مخضرم اكثر بس يعني اجمالا بنهدى بعمل شيء بهديه للناس اللي حقيقه بيقدروا الشغل اكثر ما يكون انه هيك شيء للاستهلاك لانه سوء الحظ كله صار هيك على العلك يعني تجاري. أليكسي قديش مال مأثر فيك؟ قديش مال شمال لبنان مأثر فيك؟ لأن يعني معظم الصور اللي عم تشتغل عليها شمالية. ايه هلا يعني انه عندك بير ما بينضب. يعني سواء بالشمال يعني بحب حيي كل اصحابي بالضنيه، بحب حيي كل اصحابي باليمونه باهدم ببشري ما يعني بيقولوا لك بدنا نحس وطنيه بالتحيات. ايه الحمد لله الحمد لله نشكر الله لانه بس تبلش تعلي هالاشياء اللي بتشوفها على الساحل ما بتقدر تسمع فيها فوق بعد حتى فيها بالناس وبال يعني ايام بتنام عند زلمه مختلف عنك بمعايير الساحل. نعم. الساحل بتلاقي انه لا كانك نايم بحضن اهلك يعني. أليكسي شو اللي بيلفتك يعني بعينك بنظرك وبتحب توصله للناس بعين الكاميرا؟ اللي بيلفتني انا اكثر شيء وهال مبدئيا الكونسبت اللي عم بشتغل عليه هالفتره هي انه المشاهد منا للاستهلاك. يعني انت بيجي واحد بيقول لك شفت باريس مثلا، بس باريس كل شباك فيها بكل وقت حضور بذاته مختلف. يعني هذا الجبل بهالوقت عمل بنهار تاني عمل تاني. انا اللي بيهمني انه هذا اذا طلعت من شباك بيتك شفت هالجبل شوف انه هيدي توال وشاشه مانا اوبجي ستاسيونير والضو يعني اكبر نعمه اعطينا اياها الله بكل حالتها. بحب هيك انقل هالحساسيه اللي بشوف فيها تحس الناس انه جماليه الدنيا كلها هي بهالتفاصيل البسيطة وأبسط الضوء. رح نشوف حساسية أليكسي فرنجيه بالتفاصيل مع يعني صور جديدة وبتخبرنا عنهم. هون عم نشتغل على خيال الغيم اللي مارق. تماما. هون عم نحكي بارتفاع 3000 متر 2800 متر. هيدي كمان هيدي الأرض السوداء ورا. بس هيدي شجرة اللزاب اللي سوء الحظ ما اخذت حظها حقها بلبنان بالوقت لانه طغى عليها الارز وهي بتعمر اكثر من الارز وعطى منه. هون قرنايته كمان شوف هذا الشيء ما بتشوفه يعني بتحس حالك كانه موج بحر عم يفقش على صخرة بنص البحر. تماما بالنهاية كله نفس الشيء بس بحالات يعني الديناميزم المي مثل ديناميزم الغام.
يعني ما بعرف، يمكن في طبعا اشخاص عندهم هيدي الرؤيه، بس يمكن جغرافيه المنطقه كمان بتساعد تماما تماما كل انك تطلع بمكان معين، يمكن ما تكون مستنظر هيدا المنظر. ليك في شغله ما بتشتغل على الصدف، يعني اجمالا بيكفي انك تروح مشوار بجغرافيه معينه بلا كاميرا، تخلي تشبع من هالقرن السوداء، تشبع من المشهد، وترجع بعدين انت اله مشهدك لما تشتغله. ما بقى اوكي في طقس بيناسب، بس ما انا قصه صدف. هون انت قادر تتحكم بسرعه الصوره قد ما بدك أليكسي، فيك تعملها ابطا، فيك تعملها اسرع. في هون بحب، ما بعرف اذا بتشعر، بتحس انه كانه تحت المي البيزاج، ما انه كانه فوق المي. صحيح، هيدي كمان بجردنا على جرد العيله. وحلو لون التربه، التربه صافيه. ما هون هي مشهد من اهدن، هيدي جرد ابو عكفره وظهر القضيب. شوف هيك والثلج على الجبال، ثلج وعندك ثلاث انواع غامق بفرد مشهد. يعني صور حلوين بينقلونا لفوق لمطرح تاني. معناتها قدرت، كنت صادق بنقل المشهد. يمكن هلا تعمقنا فيهم اكثر لان اعطيناهم من تركيزنا، ومع تفسيرك كمان يعني فهمنا كيف بتصير عمليه الشغل. أليكسي، طموحك لوين ممكن يوصلك؟ لفوق الغيم؟ طموحي لا، طموحي ضل اجري على الارض، واقدر ضل اشتغل هالشيء اللي بحبه بدون ما اترك المناطق اللي بحبها، لانه حقيقه بكثر عيشتك بالطبيعه واحتكاكك بالطبيعه بتحس شلوشك شلوش الذاب، يعني منو ارز بس. هيدي الشجره النوع الثاني اللي قلت لي بدنا ناخذ حقها اسمها الذاب. الذاب بتشبه الارز؟ لا، هي اول شيء معقد كثير لتربى، يعني معقد كثير كيف تصير شجره، بس لما بتصير شجره صغيره عمرها 4-5 آلاف يعني ما في اهتمام فيها. ايه هلا هو ما يعرفوا عنا، احسن ما يهتموا فيها غلط. نعم نعم، وغني كثير يعني منطقه الضنيه ومنطقه الهرمل يعني فيها ريزيرف للذئب نادره. أليكسي، يعني حق مناطق لبنان الاخرى ومحافظاته الاخرى كمان انك تزورها وترجع لنا بصور تماما، مثل ما عم تعرفنا على مناظر شماليه، فكمان بتصور جنوب المقاع يعني والشمال وجبل لبنان وبيروت. تماما، وفي عندي كثير مشاريع وزاير كثير، بس اللي عم بقوله مانو على سبيل اني خص منطقه الشمال. نعم، بس انت عم تحكي بشي لونجاج يونيفرسال، يعني ما بقى تفرق. طبيعي طبيعي، صح. بلبنان وين ما تطلع بال 1000 متر كل محلات ال 1000 متر مثل بعضها، كل يعني مانا شيء لابرز منطقه اكثر ما ابرز جماليه، وممكن كل واحد من شباك بيته يشوفها. نعم، بلبنان يعني مانو انتقاص من لا طبعا من باب المزح. على كل حال اليوم انت فتحت شباك من خلال الصور اللي فرجيتنا اياها على مناظر حلوه، وفتحت لنا كمان بهالشباك بعد نظر لنعرف ربنا قد ايه عطانا من قيم وقد ايه عطانا من نعم جماليه. اوقات نحن بنغض النظر عنها، يمكن اوقات ما بنطلع لفوق حتى نقول له شكرا، وما بنشوف شو في فوق، دائما بنشوف هيك على مستوى نظرنا، فهيدي فكره حلوه انه نشوف ابعد من نظرنا ونستفيد من كل هالاشياء الجماليه الموجوده بهالطبيعه. أليكسي فرنجيه، انبسطنا كثير بلقائك اليوم، ما رح طول عليك كثير لان الرجع على الشمال بهالوقت ببلش يضغط السير. اليوم كرم الكبه الاحد اليوم، شفت كيف؟ فبقى لا تلحق جرن الكبه وكاس العرق، وبنقول لك كاسك، وكمان مره ينعاد على كل اللي اسمهم الي بليله عيد مارلياس، وعلى كل اللي اسمهم شربل بيوم عيد منشرب. ان شاء الله الله بيحميكم وبيعطيكم ايام حلوه ودائما تعيشوا بكل هالنعم. اهلا وسهلا فيك أليكسي. خليك مشاهدينا، بريك ومنتابع لقاءاتنا ضمن